ما بين كر وفر ثم اعتصام مفتوح في البرلمان. يدخل العراق الحبيب أزمة جديدة وليست بجديدة على هذا البلد الذي أصبح عاجزا عن النجاة أو الغرق في مستنقع المواءمات الأمريكية الإيرانية. وزي ما كان العراق سنة 2003 هو انطلاق المشروع الأمريكي في المنطقة، وزي ما كان العراق هو مهد داعش هذا التنظيم الذي هدد جغرافيا الشرق الأوسط، فإن ما يحدث في العراق هذا الصيف سوف يكون له تداعيات خطيرة على كافة عواصم الشرق الأوسط ما لم ننتبه له جيدا. ماذا يحدث في العراق؟ وما هو تأثير المشهد العراقي على مصر؟ هل يمكن تصنيف ما يحدث باعتباره ثورة ضد النفوذ الأمريكي والإيراني؟ وما هو موقف إيران من الأحداث الأخيرة في العراق؟ وأخيرا، لصالح من يلعب مقتضى الصدر؟ كل ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. سنة 2019 ثار الشعب العراقي ضد النفوذ الإيراني، وعكس ما بيروج لنا الإعلام السوري واللبناني فإن النفوذ الإيراني في العراق هو وكيل وامتداد للاحتلال الأمريكي، هو نفس المشروع. وحدثت مواءمات بين أمريكا وإيران سنة 2002 في اجتماعات سرية أدت إلى الاتفاق بين واشنطن وطهران أن إيران هتبقى الحارس الإقليمي للمؤامرة الغربية على العراق إذا ما فكر الأمريكان في الانسحاب أو العودة إلى ما خلف ستار مسرحية الحرب على الإرهاب. وبالفعل سنة 2011 وتحديداً في ديسمبر لما الأمريكان انسحبوا من العراق كان في واقع الأمر قرار بتسليم العراق إلى إيران. حدث ده في سنوات باراك حسين أوباما الرئيس الأمريكي اللي سلم العراق ولبنان وسوريا واليمن إلى إيران، وكان عايز يسلم البحرين إلى إيران بس السعودية وقفت له بالمرصاد، وأيضا كان عايز يسلم ليبيا إلى إيران ولكن مصر أحبطت هذا المخطط. الشعب العراقي ثار سنة 2019 ضد النفوذ الإيراني، ولكن إيران لجأت إلى الكارت الأخير مقتضى الصدر. يخطئ من يظن أن مقتضى الصدر مختلف عن نوري المالكي، كلاهما وجهان لعملة فارسية واحدة. مقتضى الصدر كان مرشح الأمريكان لعضوية مجلس الحكم الانتقالي سنة 2003، ولما فاتوا التعيين عمل نفسه معارض للاحتلال الأمريكي وشن أكتر من انتفاضة ضد الاحتلال الأمريكي. لم يكن الغرض هو خروج المحتل، ولكن السيد مقتضى الصدر كان يتفاوض باسم المقاومة على حصة له في البرلمان والحكومة العراقية. إيران بتعشق لعبة الفراغ، يعني ما يبقاش فيه حكومة ولا رئيس، ويا حبذا لو مفيش دستور كمان. لعبت اللعبة دي بنجاح في لبنان واليمن، وكلنا شايفين دولة بقى الدولار فيها ب30 و40 ألف ليرة لبنانية في السوق السودة، ما فيهاش حكومة، وكل رئيس تنتهي ولايته من 15 سنة، لازم مقعد الرئاسة يبقى فارغ سنة كاملة على الأقل لحد ما اللبنانيين يعرفوا ينتخبوا رئيس جديد. إيران بعد الثورة ضدها سنة 2019 في العراق وهي بتسعى لاستنساخ النموذج اللبناني في العراق، حرب إلغاء العراق وشله تماما طالما إيران ممكن تخسر منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في العراق. إذن لا رئيس جمهورية ولا رئيس للوزراء. أرسلت إيران للجماهير الحاشدة رجلها السري مقتضى الصدر الكارت الأخير، والهدف هو تجميع الثوار حول رجل إيران بدلاً من أن يتجمع الثوار حول قيادة سنية أو حتى شيعية موالية للحركة الوطنية العراقية أو حتى موالية للخليج العربي ومحور الاعتدال العربي. وللأسف بلع ثوار العراق الطعم وانتخبوا الطيار الصدري نسبة لزعيمه مقتضى الصدر في انتخابات البرلمان العراقي في أكتوبر 21. وكانت النتيجة إيه؟ نعم، الفراغ. تعنت مقتضى الصدر وتعنت نوري المالكي ومثلوا على العراقيين لعبة القط والفار لصناعة الفراغ. كل ما طرف فيهم يرشح اسم رئيس للجمهورية أو رئيس للوزراء كانت طهران تحرك الطرف الآخر للاعتراض،
ونصب الفيتو ليستمر الشلل وليستمر الفراغ. وحينها بدأ الشعب العراقي في تفهم اللعبة. أصدر مقتدى الصدر تعليماته لطياره بالاستقالة والانسحاب من البرلمان. هكذا دمرت إيران أول برلمان عراقي بعد الثورة، ولكن الكتل الموجودة في البرلمان عرفت تتوافق على رئيس وزراء جديد. مقتدى الصدر اللي انسحب من البرلمان والسياسة رجع تاني وأرسل أنصاره للاعتصام في البرلمان. شيء عجيب، طب ما أنت كان معاك الأغلبية قبل كده وبشكل قانوني ودستوري، لماذا لم تفرض رأيك كما تنص الديمقراطية؟ يلعب ثورة وسياسة معا لتدمير العراق واستمرار الشلل. طيب ايه علاقة مصر بكل اللي بيحصل ده في العراق؟ مصر في قلب ما يحدث في العراق، بل مستهدفة بشكل رئيسي من كل تلك الأحداث. ليه؟ مصر وقعت مع العراق والأردن اتفاقية الشام الجديد، النفط مقابل الكهرباء. مصر هتمد العراق بالكهرباء عبر الأردن، والعراق هيرسل النفط بتاعه إلى مصر عبر الأردن. مش بس لمصر، ولكن هناخد حصتنا وكل حاجة، وهنبقى احنا اللي بنصدر نفط العراق إلى العالم أجمع عبر موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط وعبر محور قناة السويس. مصر كانت هتبقى الوكيل الأول للنفط العراقي حول العالم أجمع، وفي نفس الوقت لما مصر تمد العراق بالكهرباء هتخرجها من تحت العباءة الإيرانية اللي بتستخدم الكهرباء كسلاح سياسي ضد العراقيين بسبب حاجة العراق للكهرباء. طبعا الكلام ده لم يعجب إيران ولا حتى أمريكا اللي بتسرق نفط العراق عبر إيران، واللي واقف ضد المشروع الإيراني في العراق هو الرئيس مصطفى القاظمي وهو حليف مصر في العراق واللي متبني مشروع الشام الجديد. عشان كده شفنا محاولة اغتياله من عدة شهور بطيارات مسيرة إيرانية على بيته، نجا منها بأعجوبة، لأنه هدف إيران أنه يتم صناعة فراغ في منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في العراق عشان ما يبقاش في حكومة دستورية توقع بروتوكول بدء تنفيذ هذا الاتفاق. وعلى ضوء جهل الرأي العام العربي بعمالة مقتدى الصدر الأمريكي وتبعيته لإيران، وعلى ضوء المساحة اللي طهران أعطتها لمقتدى الصدر إنه ممكن يصرح ضدها ببعض المعارضة المقبلة حتى يظل على رأس الشارع الثوري في العراق، فإنه في الفترة المقبلة وزي ما حصل مع سريلانكا سوف يقوم إعلام العدو بتسويق النموذج العراقي إلى العالم العربي باعتباره الثورة النموذجية اللي لازم تحصل في مصر وتونس على وجه التحديد. تونس من أجل اغتيال دستورها الجديد اللي هيخلصها من حالة اللا دولة، ومصر من أجل اغتيال ثورة البناء والتعمير والتشغيل وعودة الخراب بغلق الميادين وقطع الأرزاق ولقمة العيش. أيام ما كانت أشغالنا كلها مقفولة عشان شوية صبية قاعدين في ميدان التحرير من غير ما يقولولنا اقتراح واحد بس قابل للتطبيق. من أرض الكنانة إلى بلاد الرافدين رسالة حب وسلام. العراق هو البوابة الشرقية لمصر، ومصر هي البوابة الغربية للعراق. وإذا أراد الشعب يوما الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. حفظ الله مصر والعراق وكل العرب، وجعل مصر كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.